في ظل الحرب الدائرة في البلاد التي تفرضها ميليشيا الحوثي، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في صنعاء، مشاهدينا الكرام، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، دكتورة في جامعة صنعاء تعلن بيع أثاث منزلها مقابل لقمة العيش، حيث أعلنت الدكتورة سامية عبد المجيد الأغبري رئيسة قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، أعلنت عن عرض أثاث منزلها للبيع بسبب انقطاع المرتبات وغلاء الأسعار وعجزها عن توفير مصدر للدخل لها لتعيش فيه. الدكتورة كتبت على صفحتها في الفيسبوك، وهي الدكتورة سامية الأغبري، قالت: هذه الأيام جالسة أدور على حاجة بالبيت تنباع، لكن يبدو أنه ما حد أيضا بيقدر يشتري أو بتباع برخص تراب، يعرف رجها علينا جميعا. ختمت هذا المنشور بشعب اليمن يحتضر. طبعا مشاهدينا الكرام، الدكتورة هذه ليست الوحيدة التي عرضت أثاث منزلها للبيع، حيث كان الأديب والشاعر اليمني محمود القعود قد أعلن في عام 2018 عن بيع مكتبته الشخصية لتسديد الديون التي تراكمت عليه. أيضا كان الدكتور عبد الله معمر الحكيمي أستاذ في علم الاجتماع في جامعة صنعاء قد اضطر أيضا للعمل كسائق تاكسي بحثا عن لقمة العيش بعد قطع ميليشيات الحوثي رواتب الأكاديميين والمعلمين والموظفين في القطاع الحكومي منذ 7 سنوات. وطبعا يعاني الموظفون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لأوضاع مادية صعبة وسيئة للغاية. الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام تفاعلوا مع منشور الدكتورة سامية الأغبري التي عرضت فيه أثاث منزلها للبيع، البداية مع الشاعر زين العابدين الضبيبي الذي قال: الدكتورة والمربية القديرة سامية عبد المجيد الأغبري اللي تخرج على يديها أغلب الكوادر الإعلامية في اليمن تبحث عما تبيعه لتوفير ما يعينها على الحياة. إلى كل مؤيد للكهنوت، أما آن لكم أن تخجلوا وأنتم تشاهدون كيف صار حال المعلم والعالم في زمنكم وعلى يدكم وبسبب انقلابكم، وأنتم تمتصون دمه وتمنعونه حتى حق الإضراب، كما تمتصون دم الطالب الذي تنهكونه بالرسوم التي لا يعود منها شيئا على المعلمين وتذهب لبطون قادتكم اللصوص. تعليق آخر مشاهدينا الكرام، وهذه المرة هو لمجادة. تقول مجادة: قلبي عليها هذه أستاذتي، ولو مدرسة الإعلام، لكنها علمتني الفكر والمهنية وكيف أضع البحوث الإعلامية لأني حرمت من الدراسة. واصل التعليقات مشاهدينا الكرام حول خبر بيع الدكتورة سامية الأغبري لأثاث منزلها. هذا التعليق لبشير سلام المقطري يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وطن أصبح الإنسان فيه رخيص ومهدور الكرامة ويدفع ثمن الحروب والمصائب غاليا. تعليق آخر مشاهدينا الكرام لأنور الربيعي، وأنور يقول: يا رب فرجها على أهل اليمن، ضاقت بهم الدنيا ولكن أملهم فيك يا كريم. تعليق مشاهدي الكرام لنبيل الحماطي يعلق أيضا على منشور الدكتورة ويقول: أحزننا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والمشرفين يتهبشوا في كل مكان. تعليق آخر مشاهدينا الكرام هو لطاهر اللبود يقول: فليحتضر أو يهمهم أمره، لا حياة لمن تنادي، بل لعلهم يستمتعون. طبعا مشاهدينا الكرام، أوضاع صعبة كما تحدثنا يعانيها الموظفون العاملون في القطاع الحكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وكما قلنا أن الدكتورة سامية الأغبري ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.